يوم كل النهار عم نحكي عن هالفرح، فرح العبور. هلأ وعظتنا فرح العودة، يعني واحد يكون بعيد عن بيته وراجع، فرح العودة. خليني ارجع شوف معكم ليه يسوع قال هالخبرية. هذا مثل، اذا منا مزبوطة الخبرية ممكن تكون صايرة، بس يسوع عم بيخبر خبرية. ليه خبر مثل ابن الشاطئ؟ كان معزوم يسوع على الغداء، ينعزم يسوع، حلو واحد ينعزم على الغداء، معزوم على الغداء، ولكن وين العزيمة؟ كان ببيت إنسان خاطئ، وكان في موجود كتبي وفريسي. ومش أول مرة يسوع بيفوت على بيت ناس خاطئين يؤكلهم يجالسهم، ومشان هيك صار في مشكلة، بلشوا بالحكي كيف بحق له يقعد مع ناس خاطئين، علما أنه نحن منعرف أنه يسوع لا يحب الخطيئة إنما يحب الخاطئ. هيدي فرق كبير. مش هناك يسوع ما حب يفوت بجدل. نحن دغري حكيوا حكيوا الفريسيين وحكيوا الكتبة ولا كلمة. تعال تخبركم، هيك قال لهم. خبرون مش خبرية، قال لهم بدي خبر، مع أنه قاعدين مع أنه عم تحكوا يعني، بس أخبركم مش خبرية. ثلاثة، أول خبرية خروف الضال، راعي عنده 100 خروف، ضيع واحد راح يفتش عليه تلاقيه وفرحته قد الدنيا. تاني خبرية مرة فلسطينية كمان عطاها بيا، مثل كل الناس كانوا دوتا، يعني واحد انه هدية البي مش بس بقيمتها المادية، 10 دراهم قيمتها الرمزية، انه هاي من بي، هدية ثمينة جدا، ضيعت. المرة عادة المرة بتفتش على التفصيل، تصير تفتش وإلى آخره، هيك عادة مش هيك؟ مزبوط ولا لا؟ بقى صارت تفتش، ضوت السراجة وكنست ومسحت وتزبط وتحكي حتى لقيت هالدرهم الضائع، وكان فرحتها تسوى الدنيا. وكمان خبرهم خبرية ثالثة وقال لهم كان في زلمة كمان بي، مع إنه هالبي ما كان يعطي الميراث قبل ما يموت، بيقوم بيقسم ورثته على أولاده لأنه ابنه طلب، عطاه الحرية، عطاه الاستقلالية تيختبر، وراح وسافر إلى بلد بعيد. نشوف كيف اختبر الخطية، وعند عودته كيف استقبلوا، ذبح له العجل المسمن وعمل له حفل كبير. قاسم المشترك بالثلاثة في رجعة لقينا، والقاسم المشترك بالثلاثة في فرح. من هوني ممنوع أنا أجي أعترف وأنا أرجع للرب وأبقى بحالة حزن، أوكي ببكي خطيتي، بس أنا فرحان، عندي عيد، عندي احتفال عظيم. رح روح لفكرة تانية، أكبر مشكلة عنا إياها، حدد شو هي الخطية، إذا العمل عم بعمله خطية أو لا. في زلمة هو ومرته من البداية اسمه آدم وحواء، حطوا ايدهم على الشجرة، الشجرة الأولى ما كان في لا تفاح، ما حدا يخبرني عن تفاح، ما في تفاح، سمرة، قطفوا سمرة، رجعوا الكتاب المقدس، قطفوا سمرة، أنا بنبسط أكثر شيء تفاح من عنا على أساس، بقى شغلي ما قطفوا تفاح، قطفوا ثمرة، هالثمرة بيجي الله بيقول له قيم إيدك عن هالشجرة، هي شجرة لإلي وحدي. شو معناتها؟ يعني مش انت الانسان يلي بتقرر كل عمل اذا هيدا خير ولا شر، خطيه ولا مش خطيه. هاي الشغله ريح لي حالك اذا بتريد، هيدا موضوع بخصني، قيم ايدك عن الشجره. فاذا دائما الله هو اللي بيحط الشريعه، انا علي يطيع. مشان هيك المشكله بيننا وبين الله انه عم نقول له اوقات كثير زيح، ما عليه قطع لي هاي، قطع لي هي الى اخره، بيصير نحن بنصير ننظم امورنا، هي المشكله الكبرى. ثاني شغله بدي اقول لكم اياها، شو اللي بيخلي الانسان يرجع لالله؟ هون بالانجيل في 4 شغلات، اول شغله الجوع، المعده، جاع، صار صار رغب انه يرجع. اوقات بيصير معنا شغلات بتهزنا، احداث، خبريات، مش معناتها الله بعتها، بس وجودها بيخلينا نرجع نفكر. مثلا اول شغله الجوع، ثاني شغله التفكير، ما
طفلك بيتبي كيف عايشين، صار يفكر، عاد إلى نفسه. أوقات في يمكن كلمة بتنحكى مجانا تنزرع بتأثر فيه، تخليني أرجع لذاتي، أرجع لجوا، فكر تفكير كتير وعاد إلى نفسه. تاني شغلة هي العاطفة، القلب، الحنين إلى بيت البي، كيف عايشين، لكن الأجرة عند بيت بي كيف عايشين. وأنا اشتقت لبي، أوف اشتقت كتير، إلي زمان ما رجعت لله، إلي زمان ما حسيت بشعور، لكله هيك جامد كتير مهم. ورابع شغلة مهمة جدا هون مع كل هالأشياء، أقوم وأمضي، الالتزام، التوبة قرار. أنا أخذت قرار حتى أقدر أرجع أنطلق انطلاقة كثير حلوة. بقى مهمة جدا هذه الانطلاقة، هالمسيرة، مسيرة كثير حلوة اللي بيعملوا، أرجع أمشي، أو أربع مراحل. ومشان هيك أنا بدي لكم كان الشيء الحلو محل الخطيئة بهالإنجيل بيسموه البعيد، وسافر إلى بلد بعيد. وشو بيقول محل تاني؟ ولما رآه أبوه آتيا من بعيد. يعني ما في محل بعيد بعينين الله. انت محل ما بتسافر، شو ما بتعيش خطيئة، عينين الله عليك بانتظار، عيني ناطرتك، قلبه ناطرك، قلبه عليك الله. مشان هيك وهيدا اللي بيشجعني ارجع، مش الخوف. اوعى حدا يقول الخوف هو اللي بيفزعني حتى ارجع. بدي اطرح بس اخر فكره، الاب هو في خروج، طلع كرمال الابن الصغير واستقبله وعمل له حفله، وطلع كمان كرمال الابن الكبير يلي رفض يفوت بس وصل له الخبر برجوع خيه، واتهم خيه انه هيدا ابنك، بطل يقول خيي، هذا ابنك اكل مالك مع الزواني، وحدد له خطيته كيف بدي اقبله. مشان هيك رفض. وهون السؤال بينطرح من بعد الحوار، كل ما هو لي هو لك، هل الابن الكبير رجع دخل الى البيت؟ بحب اسمعكم، شو رايكم؟ لا ما دخل، ها ما بعد بلا دخل. هيك شو بكم مثل كل هالعالم نفوت ببعضنا، ناس هيك وناس هيك، ها لا بدنا نقرب، بدنا نتفق على شغل. ايه دخل، ناس ما دخل. انا بدي اقول لكم ما بنعرف ليه، لانه هيدا الابن الكبير هو انا، هو انت، وكل واحد منا. انتم اليوم كنت تاخذوا القرار تبقوا برا ولا بتفوتوا؟ اذا بدنا ندخل، بدنا ندخل بروح توبه وانسحاق قلب واستعداد جديد. ليكو شغله كثير مهمه، في كثير ناس شباب بيجوا بيقولوا لي ابونا بتعرف انا تلميذ مدرسي وعم عندي فحوصات، مشان هيك عم بنقل، وبدي ارجع بعد جمعتين عندي فحص كمان، بدي ارجع انقل. مش عاعترف هلا، بكره بس خلص الجامعه بعترف فيهم كلهم. حدا قال لي كمان لي ما بعرف اعترف، حدا قال لي كمان الاشخاص طب ما خطيتي عم تتكرر، حدا قال لي طب كيف بدي اعترف عندكم لابونا وانت بتعرفني، ممكن تغير نظرتك فيه. ممكن حدا كثير كمان قال لي انه ما انتم الاخواني كمان بتغلطوا، طب كيف بدي اعترف عند انسان خاطئ؟ ما في اعترف مني لا الله. خبريات وخبريات كثير كلهم مناح، بس انا بدي اقول لكم ما تخافوا من تكرار خطيئتنا، ولا حتى شو ما كون عاملين، لانه بنفزع اوقات، لانه رحمه وحنان وغنى مراحم الله. هذا شيء بيشجعني اجي ركض عند بي اللي بيغمرني وينسيني بيشفيني. انا بسمي هالسر مثل ما بتسميه الكنيسه، سر الشفاء، شفاء طبيب، هيدا الطبيب يلي بيشفينا من الداخل، بحاجه لهذا الشفاء. انا وياكم اليوم نقف امام الرب، بنقول له يا رب محل من المحلات انا بيعت اقر ماني، مش معناتها، وانتبهوا انتبهوا من شغلتين بالتوبه، التبرير ما تبرروا،
ما أنت بتعرف يا أبونا مصير ساعة نص ساعة تبرير، ما نحن هيك وعندي عائلة وخبريات وأيام صعبة يا أبونا، وبتشوف جو العام والانتخابات نص ساعة مقدمات. عصبت وقلت لي طيب قولوا مسب بينا دغري أو مثلا شو ما حتعملنا. بقى هي التبرير منه مطلوب. والشغلة الثانية منا مسموحة التذنيب. بكفينا لوم على حالنا، ايه انا عملت خطيه تعطيري نازل على جهنم وخلصت الدنيا. نو ابدا، ما خلصت الدنيا اذا انا شايف يسوع كل الدنيا. هيدا برجع لعنده ساعه اللي برجع ناطرني. انا بشجعكم يوم نعمل نكمل مسيرتنا الروحيه ونعيش شهود لحب ورحمه الله ولمسه الله اليوم لقلوبنا ولداخلنا. امين.